السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي نور الدين بوخانة، أستاذ اللغة الإنجليزية بالثانوي التاهي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا جميعا المذكرة التي جاءت بالإطار المرجعي للامتحان الوطني لسنة 2021، وبطبيعة الحال غادي نشوفوا الجانب المتعلق باللغة الإنجليزية. إذن ابقوا معنا إلى آخر الفيديو. مرحبا بكم من جديد. إذن بدون إطالة نمشي مع ما جاء في المذكرة. بطبيعة الحال هنا حاولت ما أمكن نلخص أهم النقاط اللي جاءت في المذكرة، لأن كاين بعض الأمور عبارة عن تفاصيل نحن في غنى عنها، ولكن اللي بغى يعرف هذه التفاصيل خليوا لي تعليقات في المكان ديال التعليقات، وفي آخر الفيديو إن شاء الله هادي تلقاو المذكرة كاملة اللي بغى يطلع لها يقرأها بالتفصيل، وأي حاجة ما فهمتوهاش مرحبا نقول لي ونشرح لكم. إذن كما كتلاحظوا هنايا عندنا ستريمز، هادو يعني المسالك. هنايا غير واحد يعني اشارات فقط، يعني بعض المعلومات ربما غادي تهمكم. بالنسبه هنايا المعاملات، المعامل والوقت ديال انجاز الامتحان. بالنسبه للاداب ارتس عندهم المعامل 4 ومده الانجاز ديال الامتحان هو 3 سوايع. بالنسبه للهيومانيتيز يعني العلوم الانسانيه 3 ديال المعامل و 3 سوايع ديال الفرد الى غير ذلك. المهم هادو ماشي مشكل، ما يهمناش. المهم هادو اللي بغى يطلع عليهم امرهم هنايا. نمشيو دابا بالنسبه للتنقيط او سلم التنقيط. الوغ عندنا جميع الشعب هنا. التنقيط ديال الامتحان الوطني هادي يكون جميع الشعب بحال. بالنسبه للكومبرهنشن كتعرفوا بلي ان الامتحان فيه 3 ديال التمارين. كاين كومبرهنشن يعني اسئله الفهم، هذه تكون 15 على 15، يعني 15 على 40. بالنسبه للانجويج هذه تكون حتى هي 15 على 40، والرايتين انشاء هذه تكون 10 على 40. هنا بطبيعه الحال بالنسبه للانشاء يا اما هذه يكون تمرين واحد على 10، او يكونوا جوج تمارين الزاميه، يعني موضوع إنشائي الأول على 4 والموضوع الإنشائي الثاني على 6، ولكن إجباري تجاوبوا عليهم بجوج بهم. نبداو على بركة الله. بالنسبة للتنقيط، عاود أسلم التنقيط. بالنسبة للفوكابولار، الفوكابولري 4 بوينتس يعني 4 ديال النقاط. بالنسبة للمصطلحات غرامير عليها 7 ديال النقاط، والفانكشنز عليها 4 ديال النقاط. إذا إلا جمعنا عدد النقاط هادي نلقاو 15 نقطة. بالنسبة للفوكابيلر، الفوكابيلر أو المصطلحات هادي يكون مرتبط بمجموعة من المواضيع اللي راهم ذكرناها هنايا. يعني أنتم غادي تكونوا عارفين مجموعة ديال المصطلحات من أسماء، نعوت، صفات، أفعال إلى غير ذلك، مرتبطة بهذه المواضيع التالية. عندنا أولا gifts of youth يعني مواهب الشباب، humor الفكاهة، women and power يعني المرأة والسلطة، cultural issues and values القيم والأخلاق الثقافية، citizenship يعني المواطنة. إذا أنتم خصكم توجدوا واحد المجموعة، يعني تكونوا عارفين مجموعة ديال المصطلحات. وبطبيعه الحال هناك في القناه هنا كل هاد الامور هذه راه كاينه. تقدروا ترجعوا الفيديوهات وتشوفوا الفوكابولير ديال هاد القنوات ملخص، ولا حفظتوا هذوك الكلمات يعني تكونوا مستعدين ان شاء الله وتجيبوا 4 ديال النقاط. نمر الان الغرامير. المهم هذه المقدمه ما عندنا ما نديروا بها. Grammar items, test abilities to recognize and use. المهم يعني هنايا هذه تيستيكم في ما يلي. اللي يهمنا هو هذا الشيء هذا. Tenses and tense aspects يعني الازمنه. غادي نشوفوا ازمنه الافعال.
اللي هي اولا simple present المضارع البسيط، present continuous المضارع المستمر، simple past الماضي البسيط، past continuous الماضي المستمر، present perfect الماضي المضارع الكامل. هكذا يسمى باللغه العربيه، ولو ان الترجمه في الحقيقه انايا كتجيني ما، لان ما كاينش في اللغه العربيه شي حاجه سميتها المضارع الكامل، يعني باش نشوفوا باش نقارنوا ولا نفهموا. المهم سميتو present perfect، طبيعه الحال هذا الزمن ولا زمن الفعل راه حتى هو مشروح هنا في القناه، شرح مفصل بالاجوبه اعتذر بالامثله الى ذلك، تقدروا ترجعوا القناه وهذه تلقاو الدرس ديال هاد الازمنه. past perfect يعني الماضي الكامل، present or simple future المستقبل البسيط، والfuture perfect المستقبل الكامل. عندنا ثانيا reported speech، reported speech او الخطاب المنقول، الخطاب المنقول بالفرنسي كنقول له ستيل ديريكت ولو ستيل انديريكت. models هما هذوك الافعال الشاذه الى ان صحت الترجمه. مثال كان كود شال شود، يعني هذوك الافعال اللي عندهم واحد الوظيفه في الجمله، مثلا كان عندها وظيفه ديال نعبروا على الاستطاعه القدره والامكانيه. المهم حتى هاد المودلز هما راهم كاينين هنا في القناه، تقدروا ترجعوا لهم تراجعوهم. باسيف فويس، الباسيف فويس ما يعرف باللغه العربيه بالمبني للمجهول، باسيف فويس. طبيعه الحال هناك اكتيف فويس وباسيف فويس، نفس الشيء كاين الشرح هنايا. ريلاتيف بروناونز دوك الضمائر ديال الربط، مثلا هو وير وات هاو الى ذلك. واخيرا لينكين ووردز، يعني عبارات ديال الربط، كلمات الربط. مثلا عندنا باش نربطوا جوج افكار او جوج جمل، نستعملوا مثلا العطف، واو العطف هذه اديشن. نستعملوا مثلا الضد كونسيشن، ولكن بحال مثلا نستعملوا ولكن، بوت كونتراست بيربوس كوز اند ايفيكت. الكونتراست يعني مي يكون عندنا جوج حوايج متقابلين تقابل. البيربوس هو الاهداف، الهدف علاش مثلا راك تمشي للمدرسه، purpose in order to الى ذلك. تهدو كاين في القناه، ستجدون ان شاء الله يعني الدروس مشروحه بشرح بسيط مبسط جدا بالدارجه المغربيه ديالنا. واخيرا cause and effect يعني الاسباب والنتائج. نمر الان الى ما يسمى ب functions وظائف الخطاب. functions كاين making and responding to requests. بطبيعة الحال بعض الأحيان كندير واحد الطلب، كنطلبو من واحد الشخص أو أشخاص يديروا شي حاجة، هذا سميتو request، يعني كنطلب منك دير شي حاجة، مثلا نطلب منك باش تفتح الباب، غادي نقول لك can you open the door please، إذا هذا making a request. وأنت بطبيعة الحال هذه تجاوب معايا ولا هذه تجاوبني، يا إما هذه ترفض الطلب ديالي ما تبغيش، او تقبل الطلب يعني هو ريسبوندين، يعني هذه يكون يس ولا نو، اكسبتين ولا ريفيوزين. كومبلينين اند ريسبوندين تو كومبلينتس، هنا مساله ديال الشكايه، كيفاش نتشكى. كومبلينين هي نتشكى، ريسبوندين تو كومبلينتس يعني نتفاعلوا ولا نجاوبوا على الشكايه. ابولوجايزين الاعتذار، كيفاش كنعتذروا. اسكين فور اند جيفين ادفايس، هنا قضية النصيحة، كيفاش ننصحوا الناس وكيفاش نطلبوا النصيحة ديال الآخر. Expressing and asking for opinion، expressing and asking for opinion يعني هنا التعبير عن الرأي، كيفاش نعبروا على الرأي ديالنا وكيفاش نحصلوا على آراء الآخرين. Agreeing and disagreeing، بطبيعة الحال ملي يكون عندنا واحد الرأي الآخر يقدر يوافقنا في الرأي، هذا agreeing، أو يختلف معنا في الرأي هذا disagree. عندنا عبارات، طبيعة الحال هذه العبارات كاملة هذه الفانكشنز تلقاوهم مع الوحدات ديالهم، غادي تمشيو للقناة وتشوفوا اليونتس 1 2 3 4 وهذه تلقاو هذه المسائل كاملة. Making suggestions، كيفاش نقترحوا نديروا اقتراحات. وأخيرا Making accepting declining invitations، كيفاش نديروا دعوات، يعني دعوه كيفاش نعرضوا على الناس.
وكيفاش نقولوا الا بغينا نقبلوا الدعوه اوكي نبغيو مثلا نرفضوا الدعوه كيفاش هادي نقول. ثم ناتي الى نهايه يعني النقاط اللي هادي نناقشوها في هذا الفيديو وهي مساله ديال او تمارين ديال الانشاء رايتين. اذا هاد تاسكس ريليتد تو رايتين ماي انكلود يعني هاد الأنشطة أو المهام أو التمارين ديال المرتبطة بالإنشاء قد تكون فيما يلي يعني وحدة مهاد اللي هادي نهضروا عليها developing a topic sentence بمعنى هذه يعطيوك جملة وانت غادي تكمل الفقرة writing a paragraph إذن هادي انت تكتب paragraph فقرة انت تكتب فقرة completing a paragraph بمعنى هادي نبداو لك حنايا الباراجراف وانت غادي تكمل writing an article كتابة مقال writing an email كتابة بريد إلكتروني and telling a story حكاية قصة. بالنسبة للنوع ديال هذا الإنشاء كيفاش هادي يكون يعني قاع اللي ذكرناهم في الحالات اللي ذكرناهم سابقا هادي يكون يا إما narrative مثلا هذيك الفقرة اللي هتكتبها تكون narrative يعني هادي تحكي يعني كتابة قصة narrative descriptive يعني هذه توصف شي حاجة توصف شخص مكان إلى ذلك persuasive يعني هذه تقنع شي واحد بشي حاجة الإقناع expository يعني هذه تدير عرض مقال. نصل أخيرا إلى مسألة مهمة جدا يعني بزاف ديال التلاميذ غافلين عليها وهي قضية الكم ديال كيف راه حاجه اخرى دابا نهضروا على الكم ديال الكتابه ديالنا يعني الكتابه او الانشاء ديالنا واش هذه نكتبوا مثلا قلنا باراجراف غادي نكتبوا حنا جوج صفحات ولا ثلاثه لا هنا كاين ضوابط هنايا في المقدمه هذه يقولوا لنا باللي راه كاين موضوع يعني اختياري انت هذه تختار هذه سميتو فري رايتين يعني يعطوك موضوع انت تكتب فيه كما بغيت والاخر هادي يكون guided يعني هادي هما يعطيوك واحد الموديل وانت هادي تتبعه يعني هادي تكمل عليه وصافي هادي يبداو لك باراجراف وانت هادي تكمل هذا guided الوغ في حاله ما اذا كان غير موضوع انشائي واحد فهاد الحاله خصك تكتب ما بين 100 حتى 200 كلمه يعني ما تهودش على 100 كلمه وما ديباسيش 200 كلمه هذا بالنسبه لك كان غير موضوع واحد ولكن اللي لاحظت انا شخصيا في السنوات الاخيره في الامتحانات غالبا كيعطيو جوج ديال الاسئله يعني جوج ديال المواضيع انشائيه وتكتبوا فيهم بجوج بهم لهذا غادي نشوفوا غادي نمروا للخاصيه الثانيه او لوبسيون الثاني اللي هو بطبيعه الحال هنا جميع الشعب ملي غادي يكون اعتذر ملي غادي يكون جوج ديال المواضيع يعني هذه تكون واحد فري وواحد جايدد ولا سيمي جايدد هنا في هذه الحاله هذه خصكم تكتبوا ما بين 50 حتى 100 كلمه 50 حتى 100 كلمه اذا اخواني اخواتي الى هنا ناتي الى نهايه هذا الفيديو نظن ان الشرح كان واضح ونتمنى انني يكون يعني هضرت على جميع النقاط المهمة فيما جاء في المذكرة هذه نخليكم مع المذكرة في آخر الفيديو تشوفوها يعني هناك عرض لهذه المذكرة باللغة الإنجليزية انتم أي حاجة ما فهمتوهاش أي استفسار ولا توضيح إلى ذلك يمكن لكم تخليوها لي تحت في التعليقات وأنا إن شاء الله بحول الله هذه نجاوبكم إذن أعزائي المشاهدين أتمنى لكم حظ سعيد في الامتحان الوطني الله يوفقكم إن شاء الله والله ينجحكم بأعلى النقاط وعلى المراتب إلى اللقاء. We'll be right back.
We'll be right back.